21 2 2013 يؤهل الأثر التوجه للمرابطة ودك أسوار مطار دير الزور العسكري. الله أكبر العزة لله. جمعة الأصالة والتنمية يؤهل الأثر. مسلم حر أبي صار القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي. حياك الله فيديو مكانك مستهدف. ونعم الوكيل. الله يقويك يا اخي ابو خالد. الشهادة والنصر باذن الله تعالى سوية. 20/1/2013 كلب ايران. الله اكبر. جايينك يا بشار الكلب. جايينك. الله اكبر. الله يسلمك. يلا جايين. جايينك على القصر. باب البيت. جايينك على البحر الأبيض المتوسط. بإذن الله. بصورني. هذا احد كلاب الاسد. ترد علي الشكيه ولا لا؟ رد علي. لا رد لها رساله. فاول شيء اقول سلم عليهم، اقول لهم بالنسبه لبشار الاسد شلون يسقط ولا لا؟ عشان يحرقوا حتى التلفون. منو هذا العشر دقائق ولدي؟ عبد الله راح؟ ها؟ ردة فعل النظام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم صوب طلقاتهم، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. ابننا خاتم يا نواف. والعزة لله. والنصر قريب بإذن الله. الله أكبر. وكل واحد خارج ميغا عندما حاولت الإقلاع من المطار. الله أكبر. استهداف قناصين مطار دير الزور العسكري ورمات 23. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. يلا نرى شايفة قرون بس الساسة بعيدة. يقول له ماشية. تعال دوسني منها انت. تعال دكني يا هذا. ليش هذا يا اخي؟ ايوه دوس النوم. دوس النوم. ايوه عبد الله كان في مروحيه بجه وشي يا اخوان. بروان وين البرنو؟ بروان مين بين عليك؟ كيف عدنا؟ قلت لك بالبرنو اجيب ليه جاي؟ جيبه بشار لانه شغل حكومة الثلاثة يضرب على 23 من المنجة. بس هاي بني ما منه فايدة يا ابوي. يعني تخويف. تعال نجي. ولا تخويف ولا جاي يأثر عليهم. ها يا ابو يا قفل يا حكم يا شباب. وين؟ شو اسوي لك؟ وين وين؟ بعيد والله. ها؟ ما سوي عليك شو حط لك؟ ابو عبد الله بس ركز لي على هذين غرف البوب الجرب. انا بس اصير عندك. اجي ابو عبد الله. يلا قدام مش بعيده. بعيده مو هيك. مو هنا. دخلها. دخل هذا اللي شايف البوب الزرق قدام. دخل هذه شيء قدامك يا رب. بسم الله. اللهم صوب. اللهم صوب. الله اكبر. الله أكبر. استهداف طائرة نقل ضباط إلى مطار دير الزور العسكري.
ها هم أبطال الجيش الحر يتصدون لهذه الطائرة، نسأل الله أن يسخط رميهم. انتشروا انتشروا انتشر، قام يضرب. اسمع ممتازة.